بعون الله تعالى تم اقتحام جامع سعد في حي صلاح الدين بمشاركة كل من الكتائب، كتيبة الظاهر في بس وباقي الكتائب المتواجدة في حي صلاح الدين. والعزة لله تم بمساعدة لواء درع الشام. والآن نقوم بمحاصرة عصابات الأسد المجرمة والاشتراك مع لواء حلب الشهباء. تكبير الله أكبر 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 الله أكبر. هون عساكر الأسد، هون عساكر الأسد، هون عساكر الأسد، وعلى من وعلى من خايف؟ أنا اسمي أبو عقلة وبالدحران هنا طيبين. 50 عسكر حلب جمهوري، 70 عسكر حلب جمهوري. تعا هوني أسمعك صوتهم. الله أكبر. إجاكم الموت، أعطيناكم الأمان وما فعلتوا. خبز نفسك يا سلام نفسك. عطيتك الأمان ثلاث أربع مرات وخنت، مو تفطيس مثل الكلب. الله أكبر الله أكبر. هذه نهاية عصابات بشار الأسد، نهاية عصابات بشار الأسد. يقودنا خان خامر الحمراء حرق بإذن الله. عساكر الأسد هم طيبين، هم طيبين. الله الله هم طيبين. الله أكبر. لا يا جاح خلي زد احنا بهيك منظر فيه؟ احنا بهيك سهرة فيه؟ تعال خلص كلابك يا اسد، تعال شوف كلابك، تعال 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 حاك كلابك سبعين عسكري تمام.